أنا سعيد جدا بمعرفة حضرتك يا باشمهندسة، خصوصا بعد ما سمعت عنك كتير. واللي مخليني أسعد إن حضرتك رحبت بيا كشريك لحضرتك. متشكرة قوي يا كمال بيه، بس أنا عندي تصحيح لمعلومة صغيرة. حضرتك هتبقى شريك لهند مش ليا أنا. أنا هبقى مجرد استشارية هندسية للمشروع. سوري. شفت يا كمال؟ أداوي الغلطة. يا ريت الغلطة دي تخليك أكثر دقة في تعبيراتك وحواراتك مع الباشمهندس. لا 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 لا، مش للدرجة دي يا عزت بيه. لعلمك كمال إنسان دقيق جدا في شغله إلى أبعد مدى. لا أنا متأكدة، وحضرتك أدرى طبعا. فعلا ده مش بس عشان هو الصديق الوحيد، لا أصلا أنا عرفت شغله كويس لما كان رئيس لأكبر شركة عندي في الوزارة أيام ما كنت لا هايل هايل. أخجلتم تواضعنا يا عزت بيه. طب احنا بكده بقى تبقى الشركة كملت؟ لا لسه في شريك رابع. شريك رابع مين؟ وزير افريقي اسمه مستر جون ابوجي. ده انا اتعرفت عليه من الوزارة ونشأت بينا صداقة وطيدة لغاية دلوقتي. طب هو ما جاش ليه؟ ما انت عارفة بقى مسؤولية الوزارة عندهم. هو لسه وزير؟ وزير بترول. وزير بترول؟ واو. انا على اتصال دايم بيه، هو عنده فكرة كويسة قوي عن المشروع وهيدخل معانا في المشروع بتاعنا بفلوسه الخاصة. ايه رأي حضرتك بقى؟ انتوا مش بتثقوا فيه؟ ثقة عمياء طبعا. يبقى خلاص اوكي على بركة الله. طبعا حضرتك عارفة ان الأنصبة بتاعتنا كلها متساوية. يعني حضرتك جاهزة؟ كام؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ولا ايه؟ 50 مليون؟ اوكي هما كل اللي عندي، تحب احولهم؟ لا لا لا، انا بقول مفيش داعي في المرحله دي، هنصرف من فلوسنا وبعدين يا ستي نسوي حساباتنا. وعلى ايه؟ انا ممكن احول جزء منهم. لا انا شايف مفيش داعي، لان جايز نضطر نشتري معدات من هناك. فكره كويسه برضو. على العموم الرصيد موجود تحت امركم في اي وقت. طب وهي اجراءات الشركه خلصت؟ محامي الشركه هيبتدي الاجراءات النهارده، ولعلمكم الاجتماع النهارده عشان الموضوع ده بالتحديد. أحب أعرف بقى إيه رأيكم؟ أنا بيتهيألي مفيش أي مشكلة. عظيم جدا. طب مش نستنى لما ناخد الموافقة الرسمية على المشروع؟ نستنى إيه؟ مش يمكن يمكن إيه؟ ما يوافقوش؟ يعني كل شيء جايز. لا 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 لا، إيه اللي دي؟ استحالة استحالة يا هند. مش فاهمة. هو مش علشان ده مشروع قومي بيخدم الاقتصاد في البلد، لا الأهم إنه متقدم باسم عزت بيه الأنصاري. اتفضل يا فندم. صباح الخير. أهلا، اتفضلي استريحي. هو موجود؟ مين عزت بيه؟ لحظة هخلص اللي في إيدي وأديله خبر، اتفضلي استريحي. كده اوكي. تشربي ايه بقى؟ لا ولا حاجه، متشكر. لا ما يصحش، انا مش زيك، ما رضيتيش حتى تدخليني الشقه. انا اسفه بس اصلا انا بهزر. انت ليه تنشن كده واخده كل حاجه على صحتك بالشكل ده؟ ما هو انا قلت لحضرتك ان انا بمر يعني بظروف مش قد كده. ولنفرض هو في مشاكل بتفضل على طول من جهه فيه في ياه ده انت الظاهر فعلا تعبانه قوي. انا اسفه. لا واسفه على ايه، ما هي دي الحقيقه. طب هاي تشربي ايه وبسرعة قبل ما تدخلي. طب مش لما اعرف فيه ايه الاول؟ دلوقتي تدخلي وتعرفي فيه ايه. ايوه يعني انت برضو معرفتيش حاجة؟ لا بس هيكون فيه ايه يعني يخليكي قلقانة كده؟ ما انا معرفش. طب لحد ما تعرفي تشربي ليمون، اظن ده مناسب لحالتك دي. متشكرة، ممكن اخد قهوة. ده تصميم مبدئي للمشروع واحب اعرف رأيك يا باشمهندسة. عزت بيه ده مش كفاية، المفروض انه تكون في هناك مجسات علشان نشوف صلاحيه التربه وقوه احتمالها للممرات وللمنشات. طبعا ما هي الدراسات دي اتعملت فعلا، خصوصا من الناحيه الهندسيه والاقتصاديه. لا 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 لا، الاقتصاديه دي انا ماليش دعوه بيها، انما الدراسات الهندسيه انا مش هعتمد على حد غيري، انا المفروض هعملها. متفقين، هنروح نزور الموقع واللي تقولي عليه هنعمله ان شاء الله. خلاص اوكي. أي
هي جت؟ بقول لك ايه؟ اشغليها قاعديها عندك وهاتلها اي حاجه تشربها لغايه ما نخلص الاجتماع بتاعنا. ها؟ ايوه بعد الاجتماع. مع السلامه. دي الانسه اياها يا باشمهندس. بجد؟ طب المفروض ان انا اقابلها هنا ولا اعزمها بره؟ لا هنا ولا بره، مش دلوقتي. احنا لسه ما خلصناش الاجتماع بتاعنا. لا 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 يا عزت بيه، انا المقابله مع البنت ديت اهم عندي من المشروع نفسه. ما اختلفناش، بس يبدو ان انت نسيتي احنا قلنا ايه. الحقيقه انا مش فاكره. قلنا التاثيرات النفسيه يا باشمهندسه، نسيتي؟ كان لازم منها العزومه دي يا شرقاوي بعد كلام ام خالد ليا هنا. كان لازم اشوف البنت دي واتاكد ان سكوت خالد بعد ما كلمنا عنها مش مراعيه خاطر ليا زي ما قالت، انما عشان هو مش عاوز من نفسه. سعادتك عرفت وتأكد؟ انا قلت لك ايوه يا شرقاوي، بس انا حاسس كده ان ده مش قصدك من السؤال. ما انا خايف اقول لسعادتك ان صدقت قلتك اللي انت قلتها قبل كده، ان احنا كل ما نبعد عن ليلى القاضي دي نقرب منها، فسعادتك تزعل مني. ليه؟ عشان عزومه يعني؟ ما هو النهارده عزومه وبكره يا عالم هيكون فيه اهتادي. يا فهمي بيه، هو في اكتر من زاهد عبدوم من طريقنا وبرضه ما بعدناش، وهو سيد الدكتور خالد هبط من يم بنتها وبرضه ما بعدناش. الخوف بقى ان يكون قربها المره الجايه زي ما سعادتك قلت انها ختمت به القعده. ايه هو ده؟ سر عبدون اللي مصممة انها تعرفه بأي طريقة. يا فهمي بيه، ما تطوعش نفسك، الله يرضى عنك. اطوع نفسي يعني ايه يا شراوي؟ ما هو برضو واحدة في حسنها وجمالها القرب منها برضو مش يسر النفس ولا ايه؟ مش هشرب حاجة تانية. أنا عايمة. استني بس، خلاص الاجتماع هيخلص وهتقابليه. أنا ما يلزمنيش الاجتماع بتاعكو ده، أنا خلاص لا عايزة أقابله ولا عايزة أعرف هو عايزني في إيه. الظاهر إن قعدتي مش مسلية خالص. وهو أنا جاية هنا أقعد أتسلى ولا إيه؟ وإيه اللي يمنع؟ خصوصا اللي في عصبيتك دي. يا ناس يا ناس، حرام عليكم. هو الراجل ده ايه؟ هو يعني عشان كان وزير سابق ولا رجل اعمال معرفش ايه يوم يعمل الناس بالمنظر ده؟ بعت لي اجيله لحد عنده وهو اللي عاوزني، وقلت ماشي يا بت، المهمات محفوظه برضو، لكن كمان يقوم يلطعني بالساعه من غير لا احترام ولا ذوق؟ ليه؟ في ايه؟ بالراحه بالراحه يا ناس، حياتك ما يصحش كده. لا يصح اللي انتوا بتعملوه ده، انا ماشي عن اذنك. هو ايه الدوشه دي بالظبط؟ عايزك تمشي يا فندم. عايزك تمشي؟ ايوه اللي انسه حياه على ما اظن، مش كده؟ اهلا وسهلا. احنا اسفين الاجتماع اصله طول، فمعلش عطلناكي. كمان الاجتماع الجاي زي ما اتفقنا، اوكي؟ اهلا اهلا، اتفضلي يا مدبولي الحياه، اتفضلي اتفضلي. ايه الحكايه؟ حكايه ايه؟ مين دي؟ دي واحدة مهمة قوي. كان حقك تروح معاها يا عمارة، ما كانش لازم تسيبها تروح لوحدها. ربنا يجيبك يا بنتي بالسلامة. يا ترى تأخرت كده ليه؟ وفي ايه؟ يعني حضراتكم بعتين لي عشان كده؟ أيوة يا نساء حياة. بس هو ده شوية ولا ايه؟ الموضوع ده قلقكم بقى. ما تصوريش قد ايه، انما ما همكمش ان انا اقلق او اتفلق حتى من الطريقة الغريبة اللي جبتوني بيها دي. ما انا اعتذرت لك يا انسة حياة. وانا كمان بعتذر لك، انا اسفة. لا العفو، خلاص حصل خير. ولو كنت تحبي تأجلي الكلام في الموضوع ده لوقت تاني. لا ابدا، تأجيله مش هيفرق في حاجة. اوكي، ده يبقى كرم منك. متشكرة، انا تحت امرك. حضرتك عاوزة تعرفي ايه؟ أنسة حياة، أنا حكيت لك على اللي حصل.
وعلى اللي قالهولي قبل ما يموت. وحضرتك عاوزة تلاقي تفسير ده عندي أنا؟ يا ريت. وش معنى؟ يعني مش كان خطيبك؟ وفرضي هل ده معناه إن أسراره هتبقى عندي مثلا؟ يعني هما كل اتنين مخطوبين أسرارهم بتبقى عند بعض؟ إذا كانوا بيحبوا بعض. ده إذا كانوا. يعني أنتي ما كنتيش بتحبيه؟ ولا بطيء اسمه، لا في سما ولا في أرض، وخصوصا دلوقتي. ياه، معقولة؟ هي دي الحقيقة يا هانم، والعلم حضرتك الراجل ده أنا معرفش عنه أي حاجة، وطول معرفتي القصيرة بيه ما اتكلمناش في أي حاجة تخصه. غريبة. يظهر مش دي الحقيقة الغريبة الوحيدة في الموضوع. على إذنكم. اتفضلي. قولي يا باشمهندسة. أيوه. هو الراجل بتاعها ده اللي بتقول عليه شكله إيه يعني؟ عارف الساعة بتاع حضرتك اللي جاب لنا القهوة؟ آه. يبقى بيه بالنسبة له. نعم. يوم يخطب دي؟ كده يا نرجس يا بنتي أنا أقدر أموت وأنا مطمنة عليكي. أنتِ خلاص حطيتي رجلك على الطريق الصحيح. طبعًا يا بنتي أنتِ مستهونة بعم رزق ده. لا ليه؟ أنا عارفة هو وخالد بيحبوا بعض إزاي. مش كده؟ يبقى هنيالك بقى. ليه يعني؟ عشان من هنا ورايح الكلام كله ما بينهم هيبقى عليكي. يعني هو ناقص كلام؟ بس برضو الدوي على الودان أمر من السحر. جايز؟ لا أكيد. وبكرة تشوفي. أنت عارفة يا صباح أنا نفسي في إيه؟ إيه؟ نفسي أدخل عقله وأعرف هو بيفكر إزاي وأنا عنده إيه وهند إيه. تدخلي عقله ولا قلبه؟ ييه أنت ما تعرفيش تتكلمي جد أبداً. وانتي ما تعرفيش تعبري صح ابدا. ست نرجس انت فين؟ انا هو في ايه؟ ست المدير بيسال عليكي. ليه؟ عايز ايه؟ ما اعرفش انما كان عايز يضروري دلوقتي. بت تعالي هنا. افندم. هو سياده المدير كان شكله ايه وبيسال على نرجس؟ يعني ايه شكله ايه؟ ولا حاجه. خلاص غوري. غباوه. يكونش عارف حاجه. اصل البنت عينيها كشفها في كل حته. ام واحد ابن حلال اداها اسفين عنده. انا يا دكتور؟ ايوه يا نرجس. انا اول دكتور مازن ما طلب مني اني ارشح له نرس اثق فيها من ناحيه العلم والاخلاق. الحقيقه ما لقيتش غيرك تطور رقبتي. متشكره قوي على الثقه دي. دكتور مازن ده صاحبي ودفعتي، والمستشفى اللي ماسكها هناك مستشفى تخصصي كبير، والنرسز اللي بيشتغلوا فيها كلهم من اوروبا على حد علمي ما عدا انت طبعا. والمرتب هيكون 3 اضعاف مرتبك هنا وبالدولار. ده طبعا غير السكن المجاني وبدلات السهر. والمفروض ان السفر هيبقى خلال شهر. يعني تجهزي اوراقك المعتاده بقى. وطبعا احنا هنديكي من هنا شهاده خبره. وقبل اي حاجه تجيبي لي الباسبور بتاعك. انت مش عندك باسبور؟ مفيش مشكلة، ده بيطلع في 24 ساعة. وعلى حد علمي انك مغتربة هنا في القاهرة يا نرجس، مش كده؟ ايوه يا فندم، انا من طنطا وقاعدة في السكن مع زميلتي صباح. انا فاكر كده برضو، وده كويس، يعني متعودة على الغربة. ايوه بس غربة عن غربة تفرق. مش قوي يعني، انت برضو رايحة بلد عربي. وعموما المزايا اللي هناك هتعوض الفرق، ولا ايه؟ مش عارفة يا فندم. مش عارفة يعني ايه؟ هو انت مترددة في القبول ولا ايه؟ وده برضو عرض حد يتردد في قبوله؟ والله كل واحدة وظروفها. وانت ايه ظروفك؟ وراك الاولاد؟ انا برضو على حد علمي انك حتى مش مخطوبة. خلاص بقى روحي جهزي نفسك، ده مستقبل يا بنتي، والقرار فيه للمصلحة والفايدة وبس، مش لأي اعتبار تاني. طب انت بتعيطي ليه دلوقتي ما دام الحكايه ما طلعش فيها حاجه؟ بعد ايه يا بابا؟
بعد ما استويت وعصابي اتحرقت انا مش عارفه الاقيها منين ولا منين. يا بابا يا بابا انا مش طالبه من ربنا غير هدنه يوم واحد بس اهدي فيه اعصابي يمكن اعرف افكر. برضو نرجع ونقول الحمد لله على كده، وحتى لو ما طلعش من ورا الحكايه دي خير اقل ما جاش منها شر ولا ضرر. يا بنتي ده انت زعقلك فيها نبي انك خلصت من عبدون ده، ده باين كان وراه اسرار ما يعلم بيها الا ربنا. يبقى كلام البنت دي زي كلام مراته اللي في البلد بالظبط يا نعام، زي ما كانوا متفقين. انا خلاص هتجنن اذا كان هو نفسه كان جاي يقول لي. هما بيخافوا ليه؟ طب ما يمكن ما يعرفوش بجد. اولا لا يمكن ما يكونوش يعرفوا بجد، ثانيا لا يمكن ما يكونوش عندهم اي معلومات تفيدنا في حاجه. بقى معقوله ولا مره واحده اتكلم مع دي او دي بخصوص البنت اللي شفناها النهارده؟ طب اشمعنى هي؟ لان اللي زيها ممكن تكون مسيطره على اللي زيه. والله انا برضو مندهش، يعني بقول ازاي واحده في شكتها وجمالها تتخطب لواحد زي ده؟ امال لو شفته هو من غير ما اشوفه من كلامك عرفت اوصافه. حضرتك تصدق يا عزت بيه انها زي ما قالت انها ما تعرفش اي حاجه عنه خصوصا شغله؟ لا طبعا ما صدقش. وانت يا نعم تصدقي الكلام ده؟ ولا انا اصدق طبعا. يبقى البنت دي كدابه ولا لا؟ اكيد. بس لو سمحتولي يا جماعه لهجتها ما بتقولش كده، وانا برضو لو سمحتولي يعني ليا نظرتي وخبرتي وعندي فراسه. انا معاك، انا حسيت بكده واكتر، ده انا لحظه من اللحظات اتعاطفت معاها جدا. بس يا جماعه الشواهد والمنطق بيقولوا عكس كده. يبقى اكيد البنت دي ممثله من الدرجه الاولى. لا 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 ما افتكرش. ما تسيبولي الموضوع وانا اجيب لكم قرار. وممكن ممكن طبعا، ولو ان انا مش عارفه هيجي لي صبر ازاي. في حد فينا بيلبسها الصيغه دي انا ولا بابا؟ هي في مطرحها بقالها سنين محدش قرب لها، يعني استحاله ينكشف اللي باخده منها، وحتى لو انكشف هي مش بتاعتي ولا ايه؟ الموضوع الوحيد اللي ما اقدرش انصحك فيه. اشمعنى يعني ده؟ لانك ببساطه واخده فيه قرارك فعلا. وانا لو كنت خدت قراري كنت سالتك عن رايك. ولو ما كنتيش خدتيه كان زمانك دلوقتي طايره من الفرح طير، بتدوري على اوراقك وشهاداتك وبتدي اهلك خبر في طنطا، مش قاعده كده زي الكب طبخه. انا اكتر واحده فهماكي يا نونو. طب بلاش، لو انت كنتي مطرحي كنت هتعملي ايه؟ برضو انت عارفه زي ما انا اكتر واحده فهماكي انت اكتر واحده فهماني، صح؟ صح. طب وخالد يا صباح؟ هو ده الكلام، بس قبل ما جاوبك لازم تجاوبيني على كام سؤال الاول. ايه هم؟ بس من غير زعل. من غير زعل. كام واحده في الدنيا خسرت حبها؟ كتير. وكام واحده تضحي بفرصه زي دي؟ مش كتير. واذا كانت ظروفها العائليه والماديه زي ظروفنا؟ برضو مش كتير. لا مفيش، ما اظنش ان في واحده ظروفها زي ظروفنا ممكن تضحي بفرصه زي دي، فرصه ممكن تعوض بيها كل اللي اتحرمت منه في حياتها. حتى لو كانت تمن حبها. ما احنا قلنا يا نوني لا انت اول واحده ولا اخر واحده خسرت حبها حتى من غير الفرصه دي. انت قاسيه قوي يا صباح. وانت مش عايشه زمنك يا نرجس. بس اللي بقوله ده ممكن يتغير في حاله واحده بس. هي ايه؟ لو اللي بينك وبين خالد بقى محدد وواضح وهو خد قراره فيه قدام الكل وفورا. يبست يا عم اديني زودت لك السعر اهو عن المره اللي فاتت. زودت ايه؟ 1000 جنيه؟ دي زياده اللي بتتكلم عليها؟ يا نادر انا قايل لك في الاساس ماليش في الحاجات دي. انا عشان خاطرك انت بشتريها ما بشتريش من حد. يا سلام. ضيع نفسك قوي كده ليه يا سيدي؟ بلاش. لا لا بلاش ايه؟ وانا برضه يخلصني السيد الوالد يشم خبر لو انت وديته هنا ولا هنا تقوم تتحرج معاه؟ يا سيدي زي بعض. حرج يفوت ولا حد ينقص. طب وليه؟ ما دمنا احنا الاثنين ستر وغطى على بعض. يبقى تراجع نفسك في السعر كويس. تاني يا نادر. انا بقول لك تديني قيمته الحقيقيه يا اخي، بس المساله ما تبقاش سفحه يعني. سفحه برضه. ده لو هبيع واكسب فيه.
ما هتعمل فيه ايه ان شاء الله؟ ابدا، هدي هديه للمدام بتاعتي. وانا برضو خلصني ان المرحومه والدتك صيغتها تتباع في السوق وما نعرفش مين اللي هتلبسها بعدها. ده صح، انا برضو بعرف في الوصول. وبرضو تعرف تزود السعر شويه؟ لا يا نادر، ده بدل ما تقولي مبروك عليك. عموما يا سيدي ماشي، المره الجايه وعليك خير. مش اخواته لسه تحت ايدك؟ مال تحت ايدك انت؟ الله يحفظك. تعرف ان الحظ هيضحك لك الليله دي وهتعوض من وسع، ومش هتتكلم معايا في فلوس تاني. يبقى شوف. هبقى اشوف. فضلي امرنا. ادخل لجعفر قول له نادر بيه جاي يلعب، بلاش الكوتشينه اياها الليله دي، خليه يعوض ويكسب شويه، مش كله خساره على طول. معقول؟ عشان العصفور ما يطيرش من القفص. يبقى معقول. قال يطير قال. ياه، ده انا ما كنتش فاكره ان الحاله اللي انا فيها دي بتبقى جميله بالشكل ده. حاله ايه حلو؟ الريلاكسيشن بعد شغل متعب. قصدك الاسترخاء؟ الاسترخاء ده. معاكي حق. عارفة أنا أيام ما كنت ببقى في الموقع جنب المعدات، وأحياناً جنب انفجار الديناميت بالعشر ساعات، أما كنت أروح أخد الشاور ومدد كده، ياه ياه على السعادة، ما كانتش تتوصف. مش كده يا لولي؟ إنما أنت حسيتي بحالة التعب دي أمتى؟ النهاردة، بس على قد طبعاً. إزاي بقى؟ أصلاً النهاردة كله قعدت أقرأ في الفايلز اللي فيه الدراسات المعمولة للمشروع بتاعنا. وأخبارها إيه؟ بصراحة ما أقدرش أقول لحضرتك إني فهمتها قوي، بس شكلها كده ان هي جامده. شكلها؟ معلش يا لولي، شويه شويه، ومن فضلك ما تتريقيش عليا. انا مصممه ان افهم كل كبيره وصغيره في المشروع ده ان شاء الله. لا يا حبيبتي، انا ما بتريقش، بالعكس انا مبسوطه جدا باللي انا بسمعه منك، وانا متاكده انه شويه شويه هتفهمي كل كبيره وصغيره في المشروع ده. ثانك يو. انما الانسه اللي جت لحضرتك النهارده دي ما فادتكيش بحاجه؟ لا خالص. على فكرة أنا كنت عايزة أقعد معاكم النهاردة، بس حسيت كده إن حضرتك وأنكل عزت عايزين تقعدوا معايا لوحديكم، وأنا كمان كنت عايزة أقعد أقرأ الفايلز بتاعت المشروع. أصل البنت ديت أول ما شفتها لفتت نظري قوي، وخصوصا لما افتكرت الراجل اللي اتقتل. شفتي شكلها عامل إزاي؟ دي واحد من ألغاز الحكاية. فعلا غريبة، إزاي دي تكون لي ده؟ اسمعي، أنا عايزاك تركزي في شغلك وتنسي الموضوع ده خالص. أنا بحاول طبعا، بس دوت صعب قوي. حبيبتي انا عارفه انه صعب، بس انت لو حطيتي كل تفكيرك في الشغل والمشروع هتنسيه. هحاول، بس حضرتك هتقدري تنسيه؟ انا؟ لا طبعا مستحيل. طب هتعملي ايه؟ عزت بيه قال لي انه هيتصرف في الموضوع ده، بس انا مش هعتمد عليه. امال هتعملي ايه؟ هتصرف برضه. ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ انت تنسي الموضوع ده خالص وتركزي في المشروع. اوكي. نادر بيه يعني برد عليه النهارده. خلص عليه النهارده. انا بالنسبه لي كفايه لعب كده النهارده. انا عن نفسي ما عنديش استعداد اخسر تاني. ايوه كده، الجبن سيد الاخلاق. انا ايه لك يا عم؟ الله الله الله، احنا هنقع ولا ايه؟
مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ سعاده البيت. يا اهلا، اتفضل. هو انت خالد ماله؟ لا ولا حاجه، خالد ده خير والحمد لله. الحمد لله. تو كنتوا نايمين ولا ايه؟ خضرة خش جوه دلوقتي يا بنت. حاضر، بس لما اجيب لي سعاده البي حاجه هشربها. كتر خيرك يا بنتي. حاضر. في ايه يا فاهم؟ ايه اللي جايبك دلوقتي؟ حد يقول كده برضو؟ لا مش قصدي، بس انت قلقتني ومش بعاده يعني انك بتجيلنا، يبقى اكيد في حاجه وحشه. ربنا ما اجيب حاجه وحشه، انا جايلك في كلمتين وماشي على طول. خير، قول يا فاهم. انا كنت عند خالد وسالته عن اللي اتهمتيني بيه، اتضح ان كلامك ملوش اساس. والنبي، وبعدين؟ ولا قبلين؟ يعني انا لا ضغطت عليه ولا هو صرف نظر او حتى اجل خطوبته لبنت ليلى القاضي عشان خاطري. امال ايه؟ والله إيه، لما يجي اساليه ساعتها تعرف انك زنانه، وان كل غرضك انك تتهميني في محبتي لابني وتثبتي ولو بالباطل ان انا واقف في طريق سعادته. يعني انت جاي لي في نصاص الليالي وقلق منامي عشان تقول لي الكلمتين دول؟ ايوه، عشان اكشف نيتك وضميرك الساو قدام نفسك. لا اله الا الله، محمد رسول الله. طب كنت استنى صبح ربنا لما يطلع وتعالى اكشفني قدام نفسي. نعم، انا بعاملك بمعاملتك. يا راجل، انا برضو جيت لك في نصاص الليالي. لا بس ما صبرتيش ولا تأنيتي وفكرتي. لا يا فهد، انت مش جاي لي دلوقتي عشان كده. امال عشان ايه؟ عشان مش عايز حد يشوفك وانت جاي لي. ولا يهمني ايه من اللي يشوفني؟ يا اخويا عارفه، عارفه ان مفيش حد بيهمك، بس هو طبع فيك من زمان. اموت اموت واعرف ايه سببه. طبع ايه ده؟ طبع زي طبع ولاد الليل. راسي. قصدك راجع؟ لان دلوقتي يعتبر مسافر. اصل احنا الفلاحين كده ما نقدرش نبعد عن بلدنا كتير، زي السمك اللي في الميه. يعني هتسيبنا برضو؟ هو انا بلحق، انا على ما بروح برجع تاني عشان علقه الجلسه ياها دي. بس برضو بتوحشنا في الفتره القصيره دي. ما تشوفيش وحش يا بنتي. صدقني يا عم رزق، انا حسيت ان انا بقيت قريبه منك قوي في الفتره اللي فاتت، وخصوصا بعد ما اتكلمنا اخر مره واتصارحنا. برضو عارف. امال بتضحك ليه؟ على كلمه الصريحنا دي، اصل دي تعتبر لغوتنا احنا. احنا مين؟ اهل الهوى. اضحكي يا نرجس يا بنتي، اضحكي، اصل الحب لازم يسعد صاحبه مش يتعسه. انا مش تعيسه يا عم رزق، كل الموضوع بس ان انا حيرانه، وخصوصا ان انت بخلت عليا بالنصيحه وما رضيتش تقول لي اذا كنت اقبل السفر ولا لا. ربنا يخليك يا عم رزق، قول لي. وهتفهميني صح يا نرجس يا بنتي، مش هتقولي اني بقول كده علشان خاطر اني بحب المزمزيل هند عنك؟ كأنك بتنصحني اقبل واسافر. اي نعم يا بنتي. ليه يا عم رزق؟ ليه وانت الوحيد اللي ممكن تحس باللي انا حاسه بيه ومنعني؟ وعلشان كده بالخصوص يا نرجس يا بنتي. مش فاهمه. ايه اللي حيشك انك تقبلي وتسافري؟ مش هو حبك للدكتور خالد؟ خلاص، اللي هيخليكي تقبلي وتسافري هو اللي اقوى من الحب ده. هو في اقوى منه؟
معلوم. هو ايه ده؟ الفقر والحاجة يا بنتي. واسأليني أنا. لو سعادتك سألتني هتلاقي عندي اللي يريحك. أسألك في إيه وتريحني في إيه؟ في اللي شاغل بال سعادتك. أنت ليه كلامك بقى ماسخ اليومين دول كده وبميت معنى؟ أني بس مش عايز أتحدد معاك بالصريح كده علشان ما زعلش سعادتك مني. ايوه انا مش عايزك تقولي اي حاجه تزعلني لا بالصريح ولا بالمتغطي. امرك امر سعادتك. ولو اني يعني عز عليا ان انا اشوفك محتار بالشكل ده. محتار في ايه يا بني ادم انت؟ اقعد اهو سعادتك. سعادتك اللي سالتني. اتكلم يا شرقاوي وخلصني. ما اشوف اخرتها معاك ايه. لو عايز رايي يا فهمي بيه يعني اقول لك سافر. سافر يا فهمي بيه. اسافر؟ اسافر فين؟ اي حته، اي حته تشغل فيها نفسك. هتشوف ناس جديده يبعدوك عن اللي شاغل بالك. هي الناس الاكابر مش بيصيفوا ويشتوا وكل شويه ياخدوا اجازه يبعدوا فيها عن شغلهم وهمهم. هما يزيدوا عنك ايه ومصالحك هنا متصانه. خد اجازه يا فهم بيه. صحيح هيعز عليا فراقك، لكن ان شاء الله لما ترجع خالي البال هتقول شرقاوي هو اللي قال لي. انت ظهر عليك بتخرف وانا مش مستعد اسمع تخريفك دي. مخرب بيتك. لما حد عاوز يتكلم مع حد صحيح من الفجر كده. الفجر ايه يا ابني؟ الساعه 1 الشمس طلع. كل واحد يقول الفجر بتاعه. يعني ايه امشي؟ بالسلامه وباخد الباب وراك. والله انت ما عندك دم. ولا دخلت انا ازاي؟ هكون دخلت ازاي؟ زي كل مره هكون نطيت لك من الشباك. ماشي يا عم عبده. لما اشوف عم عبده السفراج الزفت ده. بقول لك ايه، انا همشي. تعالى تعالى اقعد. تمشي ده ايه؟ ما انا صحيت اهو. انت عايز ايه؟ الواد تامر. اوه اشمعنى؟ شكله من ناحيتك كده ما يطمنش. يعني ايه؟ يعني شكله بيدبر لك حاجه. على جزمتي؟ لا ده واد ابو ازرق ما بيحبكش. وخلي بالك انت زودتها معاه شويه. يا سلام. هيعمل ايه يعني؟ ما اعرفش. مش يمكن هو اللي يعمل. امال مين اللي هيعمل؟ امي. ممكن ياجر لك ناس. يا سلام. طب ما انا كمان اقدر اجر له. لا احنا مش عايزين نخش في السكه دي. ما عايزني اعمل له ايه؟ اقعد اتفرج عليه واسقف له؟ انا بقول نهدى اليومين دول وبلاش نروح الديسكو لحد ما يهدى. ايه يا عم في ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. اذا كان على اللعب نخليها عندك في شقه زي زمان. اسمع نصيحتي. ها اوكي ماشي يا سيدي. اوكي بس ده مؤقتا بس. طب انا في حاجه كمان. ايه تاني؟ احنا سكتنا لك هتدخل بحمارك بقى ولا ايه؟ تنزل لميس كمان؟ بنات نزرجنه بتفاهه. ماشي يا سيدي اذا كان على بناتي يبقى قشطه. اوكي اوكي يلا سيو عندك في الشقه. سلام. الساعه كام دلوقتي؟ اخرب بيتك يا اخي. هعمل انا ايه من دلوقتي؟ هو مين اللي يسأل وياخد معلومات من مين يا ليلى هانم؟ ده احنا كنا عاوزين نعيد مناقشة حضرتك مرة تانية عن الحادثة دي. غريبة. هو أنا أعرف الراجل ده من أساسه، ولو عندي معلومات هخبيها ليه؟ لا أنا مش قصدي كده لا سمح الله. أمال قصدك إيه؟ احنا قلنا يعني إنه يمكن يكون في جديد عند حضرتك ولا حاجة. والله أنا قلت نفس الحكاية عشان كده جيت لحضرتك. أولاً يا أهلاً بيكي. ثانياً دي فعلاً أغرب قضية أنا صادفتها في حياتي. احنا تحرياتنا فيها مستمرة، لكن للأسف من يومها ما تخطتش نقطة الصفر. غريبة. مش كده؟ أصل المجني عليه ده كان إنسان غامض فعلا، لا حد يعرفه ولا ليه صلات ولا عمل ولا مسجل عندنا ولا أي حاجة. طب هنبتدي منين؟ حتى كلامه لحضرتك كان غامض. حادثة قديمة إيه دي؟ لا يمكن طبعا يكون يقصد حادثة المرحوم جوزك زمان، لأن الحادثة دي سقطت بمضي المدة. فمين بقى اللي يخاف منها لدرجة إنه يقتله؟ أنا قلت كده برضه. بس يعني إيه؟ هتبقى الجريمة الكاملة ولا إيه؟ لا ما أظنش. بس هو أحياناً بتبقى فيه قضايا من النوع ده، ومفتاح حلها بيظهر فجأة على السطح وعلى أهون سبب. أتمنى. هو قد كده حضرتك مهتمة بالقضية دي يا باشمهندسة؟ فوق ما تتصور. على الأقل من باب الفضول. طيب ما حضرتك ممكن تساعدينا برضه. أوي، بس قولي إزاي؟ هو في شخص واحد أنا متأكد إنه ممكن يحل لغز الحادثة دي، لأنه ما بتخفاش عليه حاجة في البلد عندكم.
مين؟